مستمعي إذاعة الحياة FM، مرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الحياة في المتحف. سنتحدث هذا اليوم عن قطعة جديدة، قطعة في متحف رقادة للفنون الإسلامية، وسيحكي حكايتها أستاذنا كالعادة أستاذنا سي زهير الشهيبي. أستاذنا سي زهير الشهيبي، مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامجنا الحياة في المتحف. مرحبا بك. اليوم نفس الشيء، مش نسمع على قطعة أثرية جديدة، ونفس كما الحلقات اللي فاتت نتفاجئ احنا ديما بالجميل اللي نلقاو فيه في المتحف. اليوم مش نحكيه على قطع أثرية ربما هي نادرة، يمكن الوحيدة يمكن مش نلقاوها في المتحف كيما متحف القاهرة. شنو هي القطع الأثرية تاع اليوم؟ فعلا سي طارق، احنا اليوم في قاعة الخزف، واخترناكم واخترنا السادة المستمعين باش نحكيو لهم على نوعية معينة من هالفن. فن الفخار هو في حال أو الخزف هو النتيجة اللي يعطيها لنا القطاع، اللي يعطيها لنا برشا حاجات، الأواني وإلى غير ذلك، وحتى الآجر وحتى غير ذلك. ولكن نعرفوا حاجة اللي اليوم نسميها الفايونس. الفايونس اللي نعرفوه اليوم الاستعمال بتاعه هو في شكل مربعات، هذاك علاش نقولوا له مربعات الخزف، والاستعمال نتاعو هو لكسر الجدران من الاسفل، من اسفل الجدار، لاعطاء جماليه للجدار. هذوما اللي القطعه نتاعنا اليوم ازاء قطاع تتسمى المربعات الخزف ذات البريق المعدني. المربعات ذات البريق المعدني هذية كي نذكرهم نذكروا محراب جامع عقبة. محراب جامع عقبة اللي مزين بالمربعات هذوما. المربعات هذوما عندهم حكاية. حكايتهم وأنهم تناقشت فيها، وأنهم هل أنهم جاءوا من بغداد، صنعوا ببغداد وجاءوا القروان، صنعوا بالقيروان. المفيد تحسمت هالمسألة وهما جاءوا من بغداد وتصنعوا في بغداد وجاءوا للقروان، ولكن هذا ما ينفيش، وأنه في رقادة أصبحت مركز لصناعة هالصناعة هذية، الصناعة البريق المعدني. من كيف جيت هذية تشوفوا لنا في المربع هذية، مربع مقسم إلى مربعات، إلى أربع مربعات، فيه المعين أو المربع موضوع بشكل معين، وفيه أزهار في الوسط، وتشوفوا لوحدة تشبه للأخرى. والملاحظ أنه مخدوم باليد، معناتها ما فماش أكل نوعية أنا مطلع 100 قطعة كيف نفس الشيء، لا، فيهم اختلافات، معناتها يد فنان هي اللي عملتهم هذوم. واللي يختلف على الفخار المشتركة هي اللمعان هذايا. اللمعان هذايا منين جاء؟ جاء عبر تقنية معقدة اللي هي اسمها عملية الأكسدة، وهي استخراج المعادن، استخراج الألوان من المعادن، وهذاك علاش أخذت اسم البريق المعدني. وهذوما توجدوا في رقادة، توجدوا في الموقع الأثري رقادة، وأنواع الأحجام مختلفة. نشوفوا لنا حجم صغير، هذا حجم كبير أكبر من الأول، نوع آخر أيضا، واللي أكثر، وأنهم يختلفوا في الأشكال، واللي يشوف يقول هذوما نوعية هاي شوية باردة. ولكن لهنا نذكروهم ونقولوا لهم راهو عمرهم 1000 سنة، راهو 1200 سنة، راهم يعودوا للقرن الثالث والرابع للهجرة هذوما الموجودين لنا. وكما عودنا في الحلقات السابقة، وأن نقولوا هالقطاعة ذي راك ما تنجم تشوفها كان في متحف رقادة. جميل سي زهير على التقديم تاع الخزف هذي اللي صار في القيروان، واللي عجبني حاجتين مهمين برشا. اللي عجبني أن الخزف هذي توجد يونيك في جامع عقبة، قلت لي فما 130 مربع موجودين في المحراب تاع جامع عقبة من شكل هذا الخزف، وهو خزف قلت بلو جاء من بغداد، صنع في بغداد. ولكن الخزف اللي موجود هنا في متحف رقادة هو أوريجينال القيروان، صنع في القيروان ومود قيروان. على البداية يمكن جات
لا تكنولوجي ولا طريقة تحضير الجبن، ثم مع الزمن أصبح نحن مركز تصنيع وانتشر منه إلى الأندلس وإيطاليا وصقلية. رغم أنه ما تشوف فيهم المواطنين مستمعين إذا تحت أفهم تشوفون بعد باش فيسبوك تشوفوا تصور تشوفوا أنهم اللون تاعهم ماشي على الأصفر خطرهم معمولين من الأكسدة، عملية الأكسدة. ولكن كدير متحف رقادة تشوفوا أخرين معناها مربعات أخرين بالألوان بأشكال أخرى، وهو تطور هذا العمل في هذه البلاد اللي كان من نوع ثم أصبح من نوع آخر مع خذاء التطور. شكرا سي زهير على هذه الحلقة اللي هي كل حلقة أخرى حلقة جد جميلة، وأنا كنا سعداء بالاستماع إليك وعطيتنا محبة لهذه البلاد. كل ما نسمعه أشياء كما هذه كل ما نزيد نعتز بها، وزيد نفس الشيء نقوله لماذا لا يكون هذه الأشياء هذه تزيد تتواجد في عصرنا هذا. هالسخر فيها شو المشكلة؟ هو جميل جدا، ليش ما تعملش منه في هذه البلاد ونعمل منه ديارنا ونعمل منه شوارعنا ونصنع منه وتقعد أوتنتيك شيء شو مشكل؟ هو بيدهم جميلين جدا فعلا سي طارق، فعلا ما المانع. نحن قلنا زرنا الدول الأخرى وشفنا حاجات بسيطة يكبروا منها بلادهم ويردوا منها بلاد جميلة، وهي فما حاجة، لكن هذا سخر جميل جدا ينجم يعطي صورة جميلة لهذه البلاد. وهكذا مستمعي إذاعة حيات أفهم تنتهي حلقتنا اليوم مع برنامجكم الحياة في المتحف. ما تنسوش نجم تشوفوا بعد تسمعوا البرنامج على الباج فيسبوك وتشوفوا الصور، خاطر المهم أنك ترجعوا على الفيديو وتجموا تشوفوا كل ما كنقدموا فيه في كل هذه الحلقات، مش حلقة هذه بركة حتى حلقات الأخرى، فبرشة صور جميلة تجم تشوفوها على باج فيسبوك لفيديوهات على باج فيسبوك. فإلى لقاء قريب وفي حلقة قادمة بإذن الله.